السلام عليكم، أهلا فيكم فيديو جديد. طبعا كنت أفكر أن تجيني أسئلة كثيرة كثيرة، يعني صعب أني أجاوب على كل شخص، فنبي نرتب الغناء. فحبيت أنا أسوي أن كل مثلا أسبوع أو شيء، ما أدري، أحس أن كل أسبوع صعبة، لكن نجرب. إذا انترست الأسئلة حاولت، يعني خلاص وصلت فوق العشر أسئلة أقدر أجاوب عليها فأسوي لها فيديو. نرتب كل شيء، الأسئلة تكون على الفيديوهات هذه. الأسئلة الخفيفة اللي بتسألوني عن الفيديو ممكن أجاوبكم إيه لا أوكي، لكن السؤال وتبوني رأي وتبوني أشياء دي لازم نسوي لها يعني فيديو أحسن وأفضل من أتكلم معاكم. فنبدأ سلسلة نسميها اسألني. راح أسوي السلسلة هذه، نسوي فيديو كذا، مثلا راح نسألني واحد أنزله، أنتوا تكتبون أسئلتكم تحت. يعني الحين شو عندكم الأسئلة؟ عندكم الأيفون 11 برو ماكس، الإيربودز برو مثلا، لو عندكم أسئلة. جاني سؤال دقيقة، المهم جاني سؤال الايربودز، بتسألوني عن البيكسل، تسألوني الأسئلة دي وتسألوني أشياء ثانية أوكي أقدر أجاوب لكم. تسألوني أنا الحين يعني أوكي لما تشوفون في الجامعة، فما كنت مثل بداية السمستر إني أجلس في البيت وأجلس مع علي كثير، فعلي صعب إني أقابل علي أصلا. علي في الشقة، أرجع من الجامعة على الساعة 11-12، علي نايم، علي يصحى يروح الدوام، أنا أكون نايم، يعني صعب إني أجلس مع علي الحين. فأحاول إذا كان عندكم سؤال يعني واحد في كل أسبوع أقدر أسأل علي يجاوبني وأقدر أقول لكم أوكي، لكن صعب إن علي برضو يطلع في الفيديو من فيديوهاته. يمكن أطلعه إذا كنت فاضي مثلا بعد شهرين، ويكند بعد شهرين إجازة عندنا، أقدر أجلس مع علي وأسوي فيديو يعني يكون يسألني مع علي أوكي. لكن أكثر الفيديوهات اللي بتطلع الحين راح أكون أنا الحالي فيها، فالسؤال راح يكون لي أنا. السؤال بالفيديوهات اللي أسويها رجاءً لحد يسألني منين أنت، لحد يسألني وين ساكن. أنا الشيء اللي أقوله وأنا الشيء اللي أوريك إياه أنا اللي أبيك تسألني فيه. تسألني في التغنية، تسألني في التغنية أوكي، هذا قلت لك إياها. لا تسألني شو اسم بنتك، كم عمرها، كم عمرك، متزوج، ما بليز سألوني في التغنية. لا تسألني من وين في السعودية، لا تسألني أخوك. ما أدري، واحد سألني أذكر قبل شهرين تقريبا، واحد يسألني أخوك علي بحريني وأنت تدري إني سعودي؟ ما فهمت. يمكن تجي بس إنها صعبة، لا أخوي علي سعودي أوكي، الأكسنت يعني فرق بيني وبين خفيف أوكي، بس المهم أخوي علي. لا تتدخلون في الأشياء ذي، يعني بليز سقر أسئلتك، يعني حددها، حدد المعنى، حدد كل شيء. لا أنا بالنسبة لي لا تتدخل في الحياة اللي أنا عايش فيها. أنا وريتك حياتي كلها، أنا وريك الشيء اللي أنا أبيك تشوفه وأبيك تسألني فيه بس. فالفيديو هذا مثل ما قلت لكم تكتبون أسئلتكم فيه تحت، لأن توهقت يوم نزلت بوست لحق الإيربودز اسألني وسويت الفيديو، كان تقريبا 14 سؤال، سويت الفيديو خلص رفعته، رحت شيكت البوست طلع نزل تقريبا 18 سؤال، صاروا 19. فصعب في اشخاص يسالوني ولا اقدر اجاوبهم، وعيب البوست اني احطه، البوست راح تقدر تشوفه في الجوال بس، تقريبا اللابتوب ما تقدر، الايباد ما تقدر 100%، يعني كذا مره في الايباد ما اقدر ولا اقدر احط بوست اصلا من الايباد، فلازم اكون عندي جوال عشان احط لكم بوست في نفسه. ممكن بعدين في ستوري اقدر اذا انفتحت لي قدام، لكن كذا هذا اللي خلاني اني اسوي فيديوهات. الفيديو انزله تسالني واحدد لكم الاشياء وانتم كيفكم تقدرون تطلعون عنها، لكن خلوكم في التغنيه، فكل مره في كل اسبوع يصير شيء جديد اتكلم لكم عنه كذا. حلو يعني تسالوني اشياء وانزل لكم، وكل الاسئله محدده في نفس الفيديو هذا، وعادي تحط سؤال ما جاوبك عليه يكون سؤالك ما له داعي، سؤالك برا موضوع التقنية، برا الأشياء دي، فما راح أجاوبك عليه، أسوي لكم جنب كني ما قلت سؤالك، آسف على هذا الشيء، يعني أتمنى أنك تفهم ليش يعني بسوي جنب. وفي بعض الأسئلة يمكن أسوي لها ما جاوب عليها، أني أنا أصلا حطيت السؤال الردي فيديو مسوي لحق جواب السؤال. في أشخاص والله العظيم والقهر يجون يدخلوني في الانستغرام يسألوني، أقول له أرسل له الفيديو وأقول له هذا الفيديو الجواب، هذا الفيديو أنا مسوي كله لحق ذا الشيء. يقول لي أوكي بس ما فهمت، قلت شفت الفيديو، يقول لي شفته، قلت شو ما فهمت، يعني تبي الحين تبي تفهم بالكتابة وما فهمت بالكلام والفيديو، ما شفته أنت الفيديو، لا تقول لي شفته. وأشخاص يسألوني سؤال
وأنا في الفيديو يعني يسألني بالفيديو نفسه سؤال أنا في الفيديو بجاوب عليه. تسألني ليش ما تشوف الفيديو؟ ليش تسرع بسرعة بس تبيني أفتح الفيديو؟ هذا اللي يخليني التعليقات ما رح صعب إني أجاوب عليه. يعني أحياناً آسف بس ينرفز إنك تسوي الفيديو عشان ذي الشيء ويجي يسألك في الفيديو الحق السؤال نفسه اللي هو أصلاً أنت مسوي فيديو علشانه. المهم فمثل ما قلت لكم الفيديوهات هذه هنا تحت تقريباً كان في بالي شيء بقوله. المهم برتب الوضع كله كل بداية أسبوع مثل الحين أسوي الفيديو وأرسله لكم وتجاوبون على نفس الفيديو هذا. يعني مثلاً الحين وصلنا فيديو 2 أسألني تو أسبوع الجاي مثلاً لو بنزله ما تجاوبون في أسألني 1 ما راح أخذ أي تعليقات من أسألني 1، خليكم على أسألني 2 وأسوي إجابة عن أسئلتكم أسألني 1 في الويكند الجاي. يعني الحين اليوم الاثنين عندكم في السعودية فخلاص على أسألني على نهاية الويكند على نهاية الأسبوع هذا أجاوب لكم ورفعه، وبداية الأسبوع الجاي اللي هو الاثنين الجاي أرفع لكم أسألني 2، أنا أسوي لكم فيديو ورفعه وأنتوا تجاوبون تحطون أسئلتكم تحت كذا كل شيء يترتب. أوكي بس ففي نهاية الفيديو تنسون اشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون بفضل دعاكم والسلام عليكم.